عافيه وهارد لكم على الخساره، خساره لم تكن متوقعه بهذا الرقم يعني. الحمد لله على كل شيء. الفريق الايراني توفق في الشوط الثاني نفس السيناريو، الشوط الاول احنا ضيعنا فرص، ما استغلنا الفرص اللي جتنا. الفريق الايراني استغل الفرص اللي جت الشوط الثاني وطلع بالنتيجه هذه. مجريات المباراه يعني احيانا انت بتفوز اثنين بتفوز ثلاثه، لكن مجريات المباراه كل مباراه لها مجرياتها. مجريات المباراه اعتقد الشوط الثاني كانت لصالح الايرانيين. مبروك الايران وهارد لك الامارات. فيها يعني على مستوى المباريات اللي طافت ان مستواكم كان متميز، لكن مباراه اليوم ضرب مفاجئ تخسرون بثلاثه. والله شوف الخساره تقول يعني اللي ما شاف المباراه يقول، لكن الشوط الاول اعتقد كانت عندنا فرص، وصلنا كره في القائم. في النهايه كره قدم، الواحد يقول الحمد لله على كل شيء. البعض قال انه بسبب اعلان النتيجه في الملعب، انه كان فيه اعلان للنتيجه في الملعب مباراه العراق او شيء كذا. لا بالعكس، انت عندك فرصه واحده الفوز، انك انت تفوز 2-0 تاخذ 3 نقاط. في النهايه مبروك الايران وارد لك الامارات. ارد لكم، معوضين خير ان شاء الله. خالد هذا كل اللي عندي مبدئيا، لكن المنتخب الايراني بدا يوصل